انا بهنيك. استني يا رضينه بس، استني شوي عشان نحييك، نخلي الناس كلها اللي قاعده توجه لك التحيه، ليك يا محمد وليكي يا رضينه على التغلب على كل الظروف الصعبه والنجاح المتميز. الف مبروك، الف مبروك، والف مبروك، الف مبروك ليكي يا رضينه. وانا عايز اقول النموذج لمحمد ورضينه بيقول ايه، ان رغم كل التحديات لكن بالاراده والاصرار والجهد والثقه في النفس حققوا النتيجه دي. وفي غير منهم كتير نماذج يمكن ما تكونش موجوده معانا دلوقتي، ده بيدينا احنا الامل ان احنا رغم كل التحديات اللي عندنا هنقدر ننجح فيها ونتجاوزها. ايوه، فمبروك محمد، مبروك يا رضينا، وارجو ان احنا لو سمحتم نحييهم.